أجرى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الكشف الطبي المطلوب لاستكمال أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024. ذكر الحزب المصري الديمقراطي أن مرشح الحزب قد أنهى إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر أن يتوجه زهران إلى الهيئة اليوم لتقديم أوراق ترشحه. وقد نجح المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران في الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب للترشح للانتخابات الرئاسية.